أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: أنا ضابط مسؤول، وإذا أتيت إلى الأفراد وهم جلوس ينهضون من أجلي، فهل في ذلك شيء؟ إن كنت تحب هذا منهم فهذا لا يجوز لك. من أحب أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار. أما إذا كنت ما تحب هذا لكن هم فعلوه أنت ما عليك حرج.